عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، بنرحب بحضراتكم وهذا البرنامج الخاص وحلقة خاصة في هذا البرنامج خطوات في العمق، وعنوان هذه الحلقة هو نبوات خاصة عن ميلاد الرب يسوع المسيح. وضيف حلقتنا هو جناب الأب استفانوس عيسى، معنا في الأستوديو. أهلا بك أستاذ. شكرا أخ نوال، بنرحب بقدسك معنا وبنرجو ترفعنا والحلقة والأحباء المشاهدين في صلاة أمام عرش نعمة. تفضل. أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نعظمك نباركك يا ملك الملوك ورب الأرباب، يا من أخليت ذاتك وأخذت صورة عبد. نعم يا ربي، لكي تحمل عنا يا رب العقاب عن خطيئة. بمحبتك يا ربي تجسدت، وبمحبتك يا رب صلبت، وبمحبتك يا رب قمت من بين الأموات، وبمحبتك صعدت للسماء لتعد لنا مكان. نشكرك يا الله لأنك اشتركت بطبيعتنا لكي تشركنا بطبيعتك وبمجدك. من أجل اسمك القدوس أعطينا يا رب بأنه فيما أذننا تصغي لوعودك المليئة بالمحبة والرجاء لكل إنسان. أعطينا يا رب أنه يتجدد الإيمان بداخلنا، وتتجدد المحبة والثقة، ونلبس يا ربي ثوب القداسة معلن بأنه يا ربي لنا حياة أفضل بالمسيح. من أجل اسمك يا رب بارك لقائنا وبارك المستمعين، وزور بيوت الحاضرين باسم يسوع المسيح، واقبل منا المجد على الدوام. آمين. اليوم بنتحدث أبونا عن النبوات الخاصة بمجيء الرب يسوع المسيح لأرضنا. و شخص الرب يسوع المسيح يمكن احنا بنحكي كلام في وقت من الاوقات لكن لا ندرك ابعاده او عمقه. الشخصيه الفريده اللي تفاصيلها تفاصيل كثيره اتت عنها قبل مجيئه الى الارض. ويمكن انا بفتكر الايه اللي هي في رساله معلمنا الرسول بطرس واصحاح 2 وعدد 12 او 21 انجاز. سامحني ابونا على عدم دقه الشاهد. معرفتك احسن من معرفتي. عفوا يا ابونا. لم تاتي نبوه قط من مشيئه انسان، بل تكلم اناس الله القديسين مسوقين بالروح القدس. الشخصيه المسيح الفريده اللي اتت عنها النبوات وتحققت هذه النبوات بكل دقة وبكل تفصيل. اليوم يمكن بنطرح هذا السؤال في بداية البرنامج، إيه هي أهمية النبوات في موضوعنا النهاردة؟ موضوع كتير حلو أخت نوال، وأنا بشكرك على اختيار هالموضوع. المميز بالنبوات قبل كل شيء بأنه نبي هو صوت الرب على الأرض، له عدة أهداف. من ضمنها أحيانا في أهداف دائما اللي الزمنية، اللي للزمن اللي فيه عم بعيش النبي تاريخ معين، وفي إلى أيضا بعد آخر إسكاتولوجي بنسميه أو نهيوي، يعني بعد أخروي لنهاية العالم أو لتحقيق النبوة أو يعني عن زمن لاحق. في بالنبوات عادة صوت الرب اللي بيحدثنا أحبائي عن ممكن توبيخ على خطيئة أو توصيل صوت الرب، إعلان الحق بنفس الوقت بيهذب المجتمع، وبنفس الوقت يدعو إلى التوبة وحياة القداسة والسلوك بالبر. لكن من أهم ميزات النبوة هي بأنه تعلن عن الأخبار السارة اللي الرب مزمع بأنه يحققها، أو بالأحرى عن مشروع الله ومخطط الله في حياة الإنسان ولكل إنسان. والنبوة بدايتها هي مع بداية الوحي المقدس وكتابة الوحي المقدس، بل قبل ما ينكتب الوحي المقدس. نحن نعرف أنه الوحي ابتدأ بزمن موسى من تقريبا يعني قبل المسيح ب 1000، خلينا نقول 1500 سنة تقريبا، 1400 سنة. لكن الوحي ابتدأ من زمن الخليقة، وبعض الآباء بيقولوا بأنه الإنجيل الأول والبشارة الأولى أحبائي هي البشارة اللي الرب أعلن لآدم وحواء أبوين الأولين من وقت السقوط، واللي فيها الرب أعلن عن مشروعه للخلاص
لحواء ولآدم ولكل البشرية اللي رح تتناسل من هالأبوين اللي أخطأوا وسقطوا من الفردوس. أمين. إذا تحدثنا أيضا عن هذه النبوات وتواصلها في كلمة الله في الكتاب المقدس، التواصل أو الخط اللي بتمشي به هذه النبوات ومفهوم الوحي في الموضوع دوت. كتير مهم التواصل بالكتاب المقدس. السبب الأساسي فيه بأنه بنعرف أنه هالصوت اللي أنا عم بسمعه منه صوت إنسان عادي. يمكن أخي المشاهد بتعرف أنه في أديان كتيرة وكتير ناس بينادوا بأسماء آلهة أو أنبياء إلى آخره، لكن شو اللي بيميز أنه هل النبي من عند الرب أو منه من عند الرب؟ أنه عند الرب ما في شيء جديد، ولازم إذا الرب اللي هو أرسل يسوع، إذا كان هو فعلا أرسل يسوع، يجب أنه يعلن عن أهل هذه الحقيقة مسبقا. ومشان هيك الشيء الفريد والمميز بأنه بالكتاب المقدس ترى في تواصلية من بدء التكوين ولغاية سفر الرؤيا اللي هو آخر كتاب في الكتاب المقدس، آخر سفر في الكتاب المقدس، ترى دائما الوحي مرتكز حول شخصية فريدة اللي هي شخصية يسوع المسيح. والتواصلية بتتم من خلال أنه من آدم إلى نوح، أو بالأحرى خلينا ناخذ إلى ابنه هابيل، ثم أخنوخ، ثم نوح، فإبراهيم وموسى، وبعده من أنبياء إلى داود وكل الأنبياء اللي إجوا قبل السبي وبعد السبي أثناء السبيين لغاية مجيء يوحنا المعمدان. هدول الأشخاص كلياتهم كانوا في رسالة واحدة، في صوت واحد، بالرغم من تعددية الشخصيات وبالرغم من مختلف الأزمنة، في ما يزيد عن 300 نبوءة تتحدث عن شخص السيد المسيح. والمواضيع بأكملها في الكتاب المقدس ما عدا النبوات أيضا مرتكزة حول حدث واحد اللي هو حدث الخلاص بيسوع المسيح وكل ما يتضمن التدبير الخلاصي، بدءا من التجسد من العذراء مريم وإلى الصعود إلى السماء فالمجيء الثاني. هالأشياء كلها بتعطينا أكثر وأكثر ثقة بأنه الصوت اللي عم بسمعه أنا بالوحي المقدس، مثل ما قال بطرس الرسول، ليس خرافات مصنعة ولا هي تعليم ظهرت من 2000 سنة أو بدعة تدعوة جماعة مدعوين مسيحيين، بل ما نسمعه في الوحي من 2000 سنة هو ما سمعه أبائنا من ألاف السنين، بدءا من آدم وحواء ولغاية هالأيام هاي. والشيء الجميل بأنه في ألاف المخطوطات تتحدث حرفيا عن دقة الكتاب المقدس بعهديه، وبنفس الوقت بتلاقي بأنه مثل ما ذكرت في أكثر من 300 نبوءة تتحدث عن شخص المسيح. الأشياء كلها تجمع في ذاتها شيء من الصحة، أنه تصدق وتكون على يقين بأنه الخبر اللي عم تسمعه عن الخلاص هو منه رأي إنسان أو فلسفة ظهرت في عصر معين، إنما هو الحق الإلهي اللي أعلن في يسوع المسيح. أمين أمين. المواجهة اللي كانت الأولى في جنة عدن هو أول وعد، ويمكن في حديثك الآن يا أبونا بدأت أنه في جنة عدن صارت هناك، كانت هناك وعود وبدأت هناك نبوات. في جنة عدن ذكرت هذه العبارة نسل المرأة. محتاجين النهاردة نفهم عبارة نسل المرأة، وليه الوحي أو ليه الوعد ركز على هذه المقولة أو هذه العبارة بالتحديد. نسل المرأة هي أول نبوة الرب ذكر عن وعده بالخلاص، واللي وردت بسفر التكوين 3:15، واللي بيقول الرب للحية من بعد ما أغوت حواء أمنا، يعاقب الله الحية ويعلن لها بأنه أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه أو تلدغين عقبه. هل نبوءة ارتبطت بوعد مرتبط بالنسل بالتحديد؟ ليش؟ لأنه سبق الله وأعلن لأبوينا بأنه يوم تأكلان منها موتا تموتا، وكان الفعل متجه نحو الفاعل، يعني المجرم الذي يعصي أمر الرب
هو نفسه الذي يجب أن يحاكم، لأنه مكتوب أيضا في مكان آخر بأنه النفس التي تخطئ موتا تموت. فيجب بمقتضى عدالة الله بأنه ما ممكن الله يعلن الغفران مثل ما بيعتقدوا البعض في أديان أخرى، أنه الله رحوم والله بحب الإنسان. ف يعني الأديان اجت مجرد حتى ترسم لنا وصايا عن الله. حبيبي بحب اقول لك انه الوصية الله مش محتاج يعلنها، لانه كل انسان بالطبيعة الله خلق في داخله الضمير اللي بيعرف بانه الكذب خطيئة، وبيحس بالذنب لما بيزني، وبيعرف بانه القتل هو جريمة، وكل خطيئة الانسان بيتبكت فيها بالطبيعة من ذاته، لانه هذا الصوت الرب زرعه في الانسان. لكن الله جعل عدالة وناموس يقول فيها بأنه اللي بيخطأ لازم يموت. فلذلك قال الرب بأنه نسل المرأة يجب بأنه يكون له فعل ورد فعل. هو يسحق رأس إبليس، يعني هو يقهر إبليس اللي أذل البشرية، وبنفس الوقت عدالة الله تكتمل بأنه إبليس بيلدغ أو بيسحق عقب نسل المرأة اللي هو رمز لصليب الرب يسوع المسيح، واللي هو ثمن الكفارة أو بالأحرى أجرة العدالة الإلهية، هو الدم الثمين اللي الرب دفعه مقابل تحقيق عدله حتى يعاقب الخطيئة بالإنسان الذي أخطأ. فبما أنه آدم أخطأ، آدم يجب أن يموت، ويسوع إجا وصار نائب عن آدم الأول، وكان لابد بأنه النبوة تكون عن إنسان. فما ممكن يكون يسوع مجرد إله بالسماء أعلن غفرانه للإنسان، يجب أن يكون إنسان، لأنه الإنسان أخطأ والإنسان لازم يعاقب. من هون أخت نوال مثل ما حضرتك أشرتي لنسل المرأة قد مهم، بأنه يسوع كان هو نسل المرأة حتى أكد بأنه لبس الجسد، فيتشير إلى التجسد، ومن هون نحن بنتحدث عنها بزمن الميلاد كوعود الله بالميلاد بنبوات العهد القديم اللي تشير إلى بالتحديد تجسد يسوع المسيح الله الكلمة الذي صار إنسان. أمين أمين. فكر الله من نحو تركيزه على عبارة نسل المرأة، كان ممكن يمكن الوحي مركز هنا في أكثر من جزء على هذه العبارة بالتحديد. كان ممكن يقول نسل رجل او نسل او نسل ادم. يس. ليش بالتحديد المرأة؟ ليش بالتحديد؟ يا امين. لانه الانسان اكتسب الطبيعه الفاسده من ابويه ادم وحواء. فلو يسوع اجى مولود من ايضا من طبيعه كامله، بالاحرى مش من طبيعه كامله بالابل، من ابوين زوج وزوجه، كان الحال بأنه يسوع رح يرجع يكتسب الطبيعة الفاسدة اللي عند الإنسان، لطالما الإنسان هو خاطئ بطبيعته. وعلى مثال آدم اللي الله خلقه وكان هو بداية خليقة جديدة، وحواء كانت خليقته المميزة. مثلا آدم لم يولد لا من مرأة ولا من رجل، ولد من التراب. حواء ولدت من رجل، لم تولد من رجل وامرأة، بل ولدت من رجل. فكان لابد أنه حتى الله يجدد الخليقة أنه يكون في شيء مماثل. لذلك أتى مجيء المسيح من امرأة وليس من رجل وامرأة، ليس من زوج وزوجة، إنما من امرأة فقط، حتى يكون أيضا ببدايته مميز، وبنفس الوقت حتى يكون أخذ من الاثنين. أول شيء الروح القدس اللي حل على العذراء مريم، وجعل في داخلها، كون في داخلها الجنين يسوع المسيح، تشير إلى قدرة إلهية وبداية جديدة، بداية خليقة جديدة. وبنفس الوقت عدم وجود الزوج ما كمل الخطيئة، بل أيضا روح القدس طهر أحشاء العذراء مريم من خلال قبل ما يتجسد منا يسوع، حتى يسوع ما يكون ولد منا بالخطيئة، إنما يكون عم بيشارك الطبيعة البشرية بالجسد دون أن يكون قد ولد حامل الخطيئة. مشان هيك مربولس بيقولنا بغلاطية 4:4 إنه لما تم ملء الزمان الله أرسل ابنه مولود من امرأة
مولود تحت الناموس لكي يفتدي الذين هم تحت الناموس. فيسوع ولد من امرأة، وعادة الولد ينسب لأبيه. بسلسلة نسب المسيح نقرأ بأنه في مثلا متى واحد بيبدأ بأنه يسوع ابن داود ابن إبراهيم، إبراهيم ولد إسحاق، إسحاق ولد يعقوب، ويعقوب إلى آخره، ويبلش يبتدئ يتحدث عن الأنساب اللي ولد منها يسوع. دائما الأب، عادة الأب هو اللي ينسب إليه الولادة. لكن العذراء حتى يعلن الرب عن سر النبوة، كيف الرب رح يتجسد منا ويشكل خليقة جديدة من خلال العذراء مريم بالجسد اللي أخذوا منها ويولدنا فيها بالروح القدس. الله جعل نسبه من امرأة وليس من امرأة ورجل. أمين. المقصود هنا بنسل المرأة، هل فقط يتحدث عن المرأة أم هناك مدلول آخر عن المرأة في الكتاب المقدس؟ هل لي إشارة تانية؟ في الكتاب المقدس المرأة بالعهد القديم دائما هي رمز لشعب الله المؤمن. ليه؟ لأنه المرأة تشير إلى العضو الضعيف عادة بالمفهوم البشري، خاصة نحن نتحدث عن مفهوم شرقي، ولو حتى في الغرب أيضا بدنيا على الأقل نستطيع أن نتكلم، مش ذهنيا أكيد، لكن بدنيا المرأة هي مركز ضعفي تتعرض للاضطهاد أو للأذية من قبل الرجل أكثر من الرجل من المرأة. فكان الله يصور ضعف البشرية في شخص المرأة. مشان هيك مثلا بيتحدث لا تخافي يا ابنة صهيون في زكريا، ودائما وعود الله لإسرائيل هي عن المرأة، وهذا الشيء كانت، فإذا كانت رمز للكنيسة في العهد القديم المرأة، ورموز عديدة في أشعياء يخاطب إسرائيل دوما كامرأة مقابلة. أيضا في عنا المرأة الزانية، في عنا المرأة اللي في حزقيال 16 اللي بيتحدث عنها بأنه كيف الرب أخذها وهي بعدها في دنسة، في عنا المرأة في هوشع اللي الرب تزوجها من خلال النبي بالأحرى، كانت رمز أيضا للكنيسة اللي الرب أخذها بفسادها وإلى آخره. فكان دائما رمز للكنيسة. هالمرأة صار رمزة في العهد الجديد هو العذراء مريم، واللي يوحنا بشكل خاص بخاطبة الامرأة. مثلا يسوع دائما بخاطب أمه بإنجيل يوحنا يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد، أو يا امرأة هو ذا ابنك على الصليب. هون كانت العذراء عم تاخد أنه هي رمز للكنيسة. مشان هيك في مثلا طقوس الكنسية على مثلا تحديد الطقس السرياني بنقول أنه الشمايو الترتين هوثلخ مريم موريكول، يعني مريم صارت لك السماء الثانية اللي حلت فيها. وبعدين بيقول الأباء بيسموها باث صهيون، يعني ابنة صهيون، رمز العهد القديم. فهي رمز للشعب الله المؤمن. كذلك بسفر رؤيا نراها أنه المرأة اللي كان عم بيضطهد التنين واختطف ابنها إلى السماء، وبعدين راح يصنع حرب مع نسلها وهي كانت تعال في البرية. فكانت نرى فيها صورة العذراء ونرى فيها صورة الكنيسة في العهد القديم وصورة الكنيسة في العهد الجديد. مقابلة تقف المرأة الثانية اللي هي المرأة الزانية اللي هي بابل الزانية. فبنشوف بأنه المرأة هي رمز لشعب، ويسوع حدد بأنه في نسل معين من امرأة معينة يجب أنه يتم هالميلاد من خلالها. وهالتحديد كان أول شيء بيتحدث عن نسل المؤمنين اللي سبق وتحدث مثل هابيل فأخنوخ فنوح فإبراهيم إلى آخره لمجيء العذراء مريم وتجسد المسيح منها. وأيضا في العهد الجديد المرأة هي الكنيسة ونسلها هي أولاد الرب في العهد الجديد. أمين أمين. ننتقل الآن أبونا إلى الخطوة الثانية، أو إذا جاز التعبير النبوات التالية لهذا الموضوع، وهو الميلاد العذراوي، ميلاد الرب يسوع من العذراء المطوبة المباركة مريم. نحب نحكي عن الموضوع ده أكثر بتفصيل. أكيد اللي ببالك أخت نوال هو أشعياء 7:14. أخت نوال مش عم تذكر الآيات حتى تعطيني فرصة أنه أنا أشوف حالي شوي. العفو يا بو. العفو. كلك تواضع أخت نوال. نتعلم منك. الآية اللي كل الناس يعني مفروض أنه أتليست كل مسيحي مفروض يعرف هالآية من إشعياء 7:14 اللي
الرب أعلن فيها تقريبا 700 سنة قبل الميلاد بأنه هو ذا العذراء تحبل وتلد وابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، أي الله معنا. هل النبوة اللي الرب يعلن فيها عن الميلاد العذراوي لازم تكون بتول؟ وبيذكرها إنجيل متى في الحلم ليوسف لما بيقول إنه ظهر الملاك بالحلم ليوسف في الإصحاح الأول، وفي مكان يفتكر يوسف في العذراء إنه مستغرب ليش هي أجت حبلة وأراد إنه يطلقها سرا. فهون بيقول له الملاك بأنه لا تخف بأنه تأخذها، ليه؟ لأنه الذي بأنه هي الذي حبل بها هو من الروح القدس. وبيرجع بيقول له ليوسف، أو بالأحرى الكاتب الإنجيلي متى بيعلق على هالميلاد وبيقول كما هو لكي يتم ما قيل بالنبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه وتدعو اسمه عمانوئيل، أي الله معنا. هل الكلام اللي أورده متى في العدد 23 من الإصحاح الأول بيردد صدق قول أشعياء النبي واللي يعلن فيه عن تجسد اللي هو خلوا من الخطيئة؟ فكان لابد بأنه يسوع يكون بلا خطيئة. ليش؟ لأنه لو يسوع ولد ميلاد طبيعي حامل الخطيئة فكان يسوع محتاج مين يكفر عنه، لأنه ما بيقدر يكفر عن ذاته كون هو تحت العقاب. كان لابد أنه يولد ميلاد كامل بلا إثم بلا خطيئة. وهذا الشيء اللي أيضا أحد الأسباب. السبب الثاني أيضا في ميزات عديدة طبعا ممكن نذكرها، بأنه مثل ما في حدث يفوق الطبيعة عجيبة وتحتاج تدخل إلهي لكي يتجسد الكلمة ويصير الله شريك الإنسان بالطبيعة، أيضا نحتاج نحن كبشر تدخل إلهي وأعجوبة خارقة للطبيعة. على قدر ما التجسد هو سر عجيب، على قدر ما بنوتنا نحن أيضا لله هي سر عجيب. نحن بنغلط أخوتي الأحبة لما بنعتقد بكل بساطة أنه الإنسان قلبه طيب بيخلص والله بيحب والله شفوق والله رحوم، يعني كأنه عم نستهتر بعدالة الله وباحتياجنا لعمل عظيم يفوق الطبيعة، عمل غير الشيء الإنسان قادر أنه يقدمه. مشان هيك نحن نعلن بأنه مش بس ولادة يسوع المسيح له المجد من العذراء مريم تحتاج إلى قدرة إلهية، لبل أيضا ميلاد الإنسان الجديد اللي بيقول عنه يسوع أنه يجب أن تولد ثانية من فوق حتى ترى ملكوت السماء، هيدا أيضا محتاج قوة إلهية من السماء حتى يتحقق بحياتك وتكون شريك الطبيعة الإلهية كما يقول بطرس الرسول. احنا بنشكرك يا ابونا من اجل التفصيل ده، لكن في سؤال هنا يمكن بيتبادر للذهن وبيطرح نفسه. ندخل بتفصيل شويه عن كلمه عذراء والمقصود بيها في الكتاب المقدس. كنت بتحكي لي او بتقول انه هذه الكلمه ليها يعني معاني مختلفه كتير خالص، لكن الوحي هنا اشار يعني كان حريص قوي انه يجسد هذه الكلمة بمفهوم معين. يس أمين. لما كتب العهد القديم مثل ما بنعرف كتب باللغة العبرية، ولو أنه مش كل الأسفار ما عدا دانيال وميخا ونحميا وعزرا اللي كتب بالأرامي فقط وليس بالعبرية ما عدا بعض الأجزاء منهم، ما ورد بحسب الترجمة العبرية كلمة بتول هي كلمة وردت بالعبري بصيغة علمة. علمة يعني الشابة. بس باللغة العبرية في ثلاث مصطلحات للمرأة: إيشا واللي تعني امرأة واللي عادة تشير إلى المرأة المتزوجة. في بتولة اللي تشير إلى المرأة الغير مخطوبة واللي هي بتول بنفس الوقت واللي هي عذراء كامل، لا متزوجة ولا مخطوبة. ليه؟ لأنه المخطوبة تعتبر امرأة رجل. بحب استشهد هون تأكيدا لهالكلام إذا بقدر شوف بسفر التثنية، بفتكر يمكن بالصح 22 بيقول إذا كانت بالعدد 23
إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واتجع معها فاخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجوهما بالحجارة. الفتاة لأن لم تصرخ والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه. فالبنت العذراء تعتبر لما بتنخطب بتصير هي إشاء، بتصير امرأة لرجل. فلو العهد القديم أو إشعياء أنبأ عن ميلاد العذراء أنه العذراء تلد، سوري بالأحرى إشاء تلد، كان رح يفهم منها أنه متزوجة أو شيء. أو لو قال بتول كان رح يفهم منها بأنه هي غير مخطوبة، لأنه إذا مخطوبة هي امرأة. الشيء الثاني هذا السبب. وباللغة العبرية طبعا كان دائما مفهوم أنه علمة تشير إلى فتاة صبية صغيرة ما لها ارتباط جنسي ولا حتى عقد زواج، لأنه المخطوبة حتى تقدر تفك خطيبة كان لازم تتطلق طلاق رسمي، كانت بتعتبر زوجة، كانت تعتبر نعم لأنه تعتبر زوجة. مشان هيك شو قال له الملك ليوسف؟ ألا تخف أن تأخذ مريم امرأتك؟ مع أنه العذراء نحن بنعرف أنه هي منا مرته ليوسف، هي خطيبته. وبيبتدئ بأنه كانت العذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف في إنجيل لوقا. سو إجت من هون الترجمة اليونانية في تقريبا القرن الثالث سنة تقريبا 250 قبل الميلاد. بالترجمة السبعينية اللي بزمنها ما كان في خلينا نقول الكنيسة المسيحية بالمعنى الحرفي، لأنه عم نحكي قبل تجسد المسيح ب 250 سنة، اللي ترجموا الكتاب المقدس من العبري إلى اليوناني، كون العبري بدأ ينفقد واليوناني صارت اللغة العالمية، هن اليهود. نعم. اليهود لما ترجموا كلمة علمة ما ترجموها بتول فيرجن باليوناني، إنما ترجموها سوري ما ترجموها شابة باليوناني، إما ترجموها بتول اللي هي بارثينوس باليوناني. بارثينوس باليوناني بتعني بتول فيرجن. ليش؟ لأنه هون اليهودي اللي عم بيترجم بكل دقة وأمانة عم بينقل الفهم اللغوي وليس الحرف. ليه؟ لأنه هو بيفهم كلمة علمة شو بيقصد فيها العبري. لكن لو ترجم حرفيا كان ممكن اليوناني يضل ويسيء معناها. فالمسيحية هي ما ابتدعت ترجمة البتول. وفي بعض أحيانا كثير من الأحباء المشاهدين كنت تسمع برامج على التلفزيون يجي يقول لك هي نبوات كاذبة والكتاب العهد القديم ما قال كلمة بتول، إنما قال الشابة أو الصبية أو يونغ وومن مثل ما بتشوف في بعض الترجمات. لكن بحب أكد لك بأنه مش المسيحية اللي ابتدعت الشيء هذا، هو من ضمن الوحي المقدس والقصد الإلهي، وأيضا بترتيب إلهي قبل 250 سنة من الكنيسة المسيحية كان في ترجمة البتول، ولذلك نحن اليوم نتبنى هالترجمة في لغاتنا المعتمدة بالكنيس. أنا بشكر الرب أوي أبونا من أجل التركيز دوت، لأنه ده بيحدد وبيرد شبهات كثيرة على سلامة ودقة الوحي. نعم. وحرص الوحي الإلهي على تدقيق وتدوين تفاصيل كثيرة قوي، ومن أهم التفاصيل دي أمور كثير عن شخص المسيح في الكتاب المقدس. يمكن ده لا نمل منه إطلاقا أننا يعني نتطرق إليه في مواضيع وبرامج لا حصر لها ولا عدد، ولا نمل من هذا الموضوع، لأنه الإعلان الإلهي في الموضوع دوت ما فيهوش أدنى شك، بل بالعكس بيأكد مش بس دقة وحي الكتاب المقدس، مش بس ألوهية المسيح، لكن بيختم بختم مقدس وأمين على كل هذه الأسرار المقدسة اللي احنا بنؤمن بيها. وأنا فعلا بشكر الرب أبونا من أجل الفرصة دي اللي احنا يمكن بنتطرق فيها وبنتشعب لموضوعات كتيرة. النهاردة إحنا وإذا كنا بنناقش نبوات وبنناقش أمور حدثت قبل مجيء المسيح بألفين سنة، وكل حدث بالتفصيل تم بمنتهى الدقة، ده بيدخل في الصميم في هذه الشبهات أبونا، لأنه
كتاب اليوم الأعداء كتار اللي بيحاولوا تمام ينسبوا التحريف للكتاب المقدس وأنا بنتهز الفرصة دي عشان نسمع منك هذه الجزئية أيضا. أمين. نحن الإيمان قبل كل شيء بالكنيسة المسيحية نحن عنا حرية بالتفكير نعم وقناعاتنا مبنية على قراءتنا وفهمنا مش مجرد سلطان لأنه فلان قال هيك أو رئيسي قال هالكلام. وجامعات المسيحية التي تتعلم الإيمان المسيحي منفتحة جدا على النقد الكتابي البيبليكال كريتيسيزم. وبالرغم من كل هالأشياء بنلاقي بأنه كل ما تعمقنا في الكتاب أكثر وعملنا نقد تاريخي ونقد نصوص ونقد يعني للمخطوطات وإلى آخره نرى أكثر وأكثر ثقتنا بالكتاب تتعمق ولا تنقص. لكن الإنسان اللي بيقدر يراشق الكتاب بحجارة وهو بيجهل فهذا أمر سهل. لكن نحن عالمين أنه إيماننا منه مبني على أشياء ركيكة وضعيفة إنما على أساس متين وعلى صخر. في قبل ما نحن يعني نتحدث عن العهد القديم مستحيل أنك تلعب مع العهد القديم ولا بل مع العهد الجديد. بس هيك باختصار ما بدي أخرج عن موضوع النبوات بس هذا الشيء أكيد له صلة أساسية بأنه هل نحن حرفنا مثل ما بيدعوا البعض الكتاب المقدس حتى يتماشى مع إيماننا ووضعنا النبوات في أماكن معينة حتى نطبقها على يسوع وبالتالي نعلم بأنه يسوع هو المسيح هو اللي أرسل الله وهو الله المتجسد إلى آخره. لا أخوتي بدي أقول لك على سبيل المثال الكتاب المقدس اللي كتب على عبر مئات السنين في العهد القديم بدءا من موسى ولغاية القرن السادس قبل الميلادي. في العهد القديم عنا مخطوط يعود إلى على الأقل قرن شي 100 سنة قبل الميلاد واللي هذا مشهور اليوم كتير واللي هو مخطوطات قمران وادي قمران. في هالمخطوطات البحر الميت كنز قمران في المخطوطات البحر الميت هذه اللي بنشوفها نرى الكتاب المقدس بأكمله حرفيا يتشابه ويتطابق مع ما بين يدينا اليوم من الكتاب المقدس في ترجماته المعتمدة بالكنائس المسيحية المعترف فيها. فما ممكن وغير قابل للتحريف والتغيير. وحتى إذا نحن أردنا أنه نحرف من المستحيل نتفق مع اليهود في التحريف ومن المستحيل أنه نعود لقبل المسيحية لنتفق على تحريف هذا غير مجاز. وبل حتى العهد الجديد فقط للغة اليونانية بدءا من القرن الثاني للخامس عندنا 5000 مخطوطة في مختلف جامعات العالم اللي تشهد في دقة وتطابق النسخ نفسها. وفي 20,000 مخطوطة أخرى بمختلف اللغات السريانية والقبطية واللاتينية والعربية وغيرها وغيراتها والإثيوبية اللي أيضا تتوافق كل التوافق مع ما ما بين يدينا من آية مقدسة. فنشكر الرب. نشكر الرب لأنه إيماننا بالكلمة وإيماننا بالوحي المقدس هو بيثبت كل يوم من خلال الكلمة من خلال أمور كثيرة. أنا بوجه نظر السادة المشاهدين أنه الخطوط مفتوحة الآن ويقدروا يتصلوا بينا لأي سؤال ولأي مداخلة حول هذا الموضوع. وإحنا بالتأكيد يا أبونا بننتهز الفرصة دي وبنقدم معايدة لكل الأحباء من الفضائية الأرامية لكل الأحباء المشاهدين وبنقول كل عام وأنتم بخير. وإحنا إذا كنا بنجتمع حول هذه المناسبة وبنشوف تعليم الكتاب مش لأننا بنقول أو بنردد كلام يا أبونا لكن لأن كل كلمة بتعمق الإيمان في قلوبنا ونفوسنا كل يوم. تعرضنا لأول جزئيتين تعرضنا لنس المرأة وحكينا أيضا عن الميلاد العذراوي. تفاصيل كثيرة أيضا يا أبونا مذكورة بشأن زمن الميلاد. الكتاب ذكر إيه بالتحديد عن زمن ميلاد المسيح؟ في زمن الميلاد في أكثر من نبوة. في عنا علامات اللي مرتبطة بالملك في سفر دانيال أنه بأي زمن ملكي يعني أو مملكة راح يقوم الميلاد. وفي عنا آيات واضحة جدا اللي أعلن يعقوب ليهوذا في سفر التكوين إصحاح 49 اللي بيتحدث فيه عن الميلاد. وأيضا في عنا في سفر العدد بس رح أبدأ من سفر التكوين
أخذ بعض العلامات اللي بتميز الزمن اللي فيه ولد رب المجد يسوع المسيح. بيقول في العدد العاشر من تكوين 49: لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. لا يزول قضيب، يعني هون يشير إلى السلطان الملك، ومشترع يعني قاضي، فهو ملك وحاكم من بين رجليه، عن بيتحدث عن نسل يعقوب، أوكي، أو نسل يهوذا اللي ابن يعقوب. بيقول مشترع حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع الشعوب. الشيلون اللي هو الرب يسوع المسيح اللي عم بيتحدث عنه، اللي هو معنى السلام. شيلون معناتها السلام، أو معناتها الأمان. شيليو بالسرياني كمان بنقول نفس الوقت. وبيقول عن يسوع نفسه أنه هو دائما رئيس السلام، هو معطي السلام، وسلامي أترك لكم ليس كما يعطي العالم. وآيات عديدة بتتحدث عنه، في إشعياء أيضا بتتحدث عنه كيف هو أيضا رئيس السلام إلى آخره. however بيتحدث أنه تيجي المخلص اللي فيه يحمل السلام وبتخضع له الشعوب بأكمله. هذا الشيء ما تحقق بأي شخص من نسل إبراهيم، ما عدا في شخص يسوع اللي جموع من الهند للصين لروسيا للعرب للغرب للأمريكان للأوروبيين لكل أجناس الشعوب خضعت ليسوع له كل المجد. شو بيقول هون؟ بيربط الموضوع في الحكم، أنه بينتهي الملك عند مجيء يسوع اللي هو السلام. ليش؟ إذا بنقرأ في سلسلة ملوك إسرائيل، ظلت تتعاقب سلسلة الملوك من زمن داود الملك لحديث أيضا إقامة مملكة إسرائيل من بعد ما انقسمت بزمن يربعام ورحبعام، لغاية مجيء بيلاطس وهيرودس اللي بالأحرى اللي كان نصه أدومي، هيرودس اللي كان نصه أدومي ونصه يهودي. هون توقفت السلطة عند اليهود وبدأت السلطة الرومانية تستلم زمام الأمور، وإجا بعدين نيرون ودمر البلد. بهيداك الوقت اللي كانت يعني اليهودية عم تتوقف عند النسل الآخر لملوك يهوذا، هونيك ابتدأ أو إجا يسوع وانتهت سلطة اليهود وابتدأ سلطان اللي يسوع اللي له خضوع شعوب جميع الشعوب. فهذا الشيء مرتبط بالزمن، وأعلن عنه الرب بفم يعقوب لابنه يهوذا. ونحن بنعرف أن العذراء مريم كانت من يهوذا وبنت يهوذا، وأيضا يوسف اللي الرب وضعه في مخططه حتى يعطي الاسم ليسوع، كون الاسم لازم يجي من الأب، كان يوسف أيضا من سبط يهوذا، سبط داود. أمين. حنستسمحك أبونا ناخد ترنيمة دلوقتي، نسمع ترنيمة ونعود مع الأحباء المشاهدين نستكمل هذا الموضوع، وأيضا بعد سماع الترنيمة هتكون الخطوط مفتوحة وهنرحب مداخلة المشاهدين ونستكمل أيضا موضوعنا. نسمع الآن مع بعض هذه الترنيمة ونعود لاستكمال البرنامج. شكرا لكم. Oh.
مرة أخرى أعزائي المشاهدين بنرحب بكم من الفضائية الأرامية، وهذا اللقاء مع جناب الأب استفانوس عيسى، وهذا البرنامج الخاص عن النبوات الخاصة بميلاد الرب يسوع المسيح. بنعود الآن وبرحب مرة أخرى بأبونا استفانوس. أهلا بك أبونا. شكرا أخت نوال. بنشكرك من أجل الموضوع المهم قوي لحياتنا كمؤمنين، وبيثبت الإيمان بيثبت الكلمة في قلوبنا. أمين أمين. وبنواصل الآن حديثنا، و بس اسمح لي أبونا معنا اتصال من أخ متصل معنا الأخ طلال. تفضل، أهلا بيك. تفضل أخت نوال. مرحبا أستيس. أهلا وسهلا أخت نوال. أنا رح أقول كلمة، أنا سريح رح أمشي وأطلب من الرب أن أشكر الرب أنه فتح لي فرصة أن أتكلم حتى أدع الآخرين. أنا بدي أقول على الروح القدس، بس بدي أروح شيء سريع من اللي تداولتوا قلتوه من آدم بعد السقوط، وأضعوا عداوة، وأيضا إحنا عدنا مواعيد قبل 2000 سنة إجا المسيح، نسب المرأة، وبعدين في جغرافيا، في تاريخ، في نبوات، في شهود عيان، في الروح القدس، في المسيح معنا إلى انتهاء هذا العالم. قال وهلأ أرجع على الروح القدس. الروح القدس تذكرون يعني، والأخوة المشاهدين يسمعون أيضا، الروح القدس كان ماذا؟ كان بطرس ذكر يسوع 3 مرات، لكن عندما حل الروح القدس على التلاميذ صاروا جبابرة، وربح الرسول 3000 في وعظة واحدة. وبعدين الروح القدس كان يعمل معهم ويحل، حتى سيمون الساحر آمن. لكن شو قال له الرسول بطرس؟ لتذهب فضتك إلى الهلاك، لأنك تريد أن تقتني موهبة الله بدراهم. طبعا سيمون كان ساحرا، والروح القدس عمل مع فيلبس، كان يبشر، والرسل كلهم، والمسيح نفسه هو معنا إلى انتهاء هذا. الروح القدس هو قوة المسيحية، لم تأتي بسيف مثل أديان أخرى. الحقيقة بنشكرك أخ طلال، أعتقد أنه أنت أفضت كتير وفي هذا الموضوع المداخلة مهمة قوي، وأبونا استفانوس هيعلق على المداخلة دي. تفضل أبونا. يعني الموضوع عن نسل المرأة هو مرتبط بتجسد الكلمة أكثر من أنه بالروح القدس، ولو أنه الروح القدس هو طبعا هو جزء أساسي ومكمل التجسد، لأنه التجسد صار بقوة الروح القدس. بس نحن عم نتحدث عن النبوة هي بالتحديد، ولو في نبوات عديدة تتحدث عن دور الروح القدس بيوئيل وغيرها من أماكن عديدة من حزقيال وأشعياء والأنبياء، لكن نحن هلا عم نحاول نركز على بشكل خاص على تجسد يسوع والوعود اللي صارت حول التجسد وأحداث الميلاد. بس مداخلتك جميلة وشكرا لك. أمين أبونا. نعود الآن لاستكمال موضوعنا، وبرحب بالسادة المشاهدين وباتصالاتهم معنا ومداخلاتهم أو أي أسئلة يمكن في موضوع التجسد أو أي سؤال لأبونا، وننتهز فرصة وجود أبونا استفانوس معنا. طيب، في سؤال الأول نطرحه هنا أبونا. أنا وأنا بتابع كنت بسمع العبارة دي، أنه مملكة إسرائيل انتهت وزالت، لكن في تكوين 49 وعدد 10 ما بيقول: لا يزول قضيب من يهوذا أو مشترع من بين رجلي حتى يأتي شلون وله يكون خضوع شعوب كثيرة. هل هناك يعني مملكة إسرائيل احنا شايفينها رجعت تاني، هل هناك في تناقض في الموضوع ده بين مملكة إسرائيل اليوم و نعم التواصلية بين نعم. إسرائيل أكيد الكتاب المقدس وعود الله هي وعود روحية ومرتبطة دائما بعمل الله. من مجيء المسيح لغاية اليوم أبطلت الذبيحة، أبطل المذبح، أبطل الهيكل، وأبطلت الأمة كمملكة وليس كسياسة. اليوم الملك هو منه من سبط يهوذا، ولا حتى نمحت كلمة أصباط. اليوم بطل اليهودي يعرف أنه في شيء اسمه أصباط أساسا. أنا عديت مرات يعني هيك بصدفة التقى بمطعم أو بمكان آخر بيهود وتسألهم أنتوا بعد عندكم هالشي؟ فهني طبعا ناسين هالموضوع تماما، إلا هم متعودين يعرفوا هم سلسلة نسبهم جاية من فين. هذا انتهى عند لما التشتيت، لما صار في دمار أورشليم سنة 70 الميلادي. ف
فمجيء المسيح بصراحة وضع حد للأساسات اللي تقوم عليها مملكة إسرائيل اللي بيتحدث عنها الكتاب المقدس، وهي الذبيحة، الهيكل اللي هي أيضا الذبيحة، الكهنوت اللاوي والكهنوت الهاروني، والملك اللي والنبوة. هالأشياء الأشياء الأساسية هي. كان دائما الله يجعل نبي في إسرائيل. بيقول في آية في صفاني على ما أعتقد، بيقول إنه السيد القدوس لا يصنع أمرا إلا ويعلن لعبيده الأنبياء. فهالنبوة انتهت في 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 إسرائيل، لأنه اكتملت النبوة كليتها في شخص يسوع. الملك الملك زال عن إسرائيل من زمن هيرودس ولحديث اليوم، ما في تواصلية ولا تسلسل، إنما اليوم منتخب من قبل يعني حركات صهيونية وغيرها وغيراتها، لكن كمملكة تتواصل مع مملكة يهوذا ما لها علاقة. الأصباط انمحت، الكهنوت انمحى، الذبيحة أبطلت، الهيكل دمر، فشو بقي لإسرائيل حتى تكون هي المملكة؟ مشان هيك نحن نرى في يسوع كمال الرموز، لأنه الوحي يتكلم بلغة رمزية. ومشان هيك نحن نرى في يسوع اكتمال الوحي بكل معانيه. ولذلك بيقولنا في سفر العبرانيين صح 1:1 بأنه الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء وأنواع وطرق عديدة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. فصار يسوع الكلمة الأخيرة عن الله. يعني ما فينا نضيف شيء عن الله بعد إعلان يسوع المسيح له المجد، وفي تحققت كل النبوات. ويسوع نفسه أعلن بأنه لما مثلا لما يمشي مع تلميذي عمواس قال لهم لتلميذي عمواس انه بيقول انه ابتدا يفسر لهما عن جميع من موسى وجميع الانبياء، عن جميع ما تكلموا به عنه عن يسوع المسيح. وكذلك قال لهم لليهود انه اذا كنتم تؤمنون بموسى لكنتم امنتم به لانه هو كتب عني. فيسوع يعلن ايضا بانه النبوات تحققت فيه، ولذلك السلطه تبع اسرائيل اليوم ما لها أي تواصلية مع وعود الله، إنما هي مجرد مخطط صهيوني سياسي whatever it is للناس اللي رفضوا الرب، بس ما لها علاقة مع الرب ووعوده. نعم نعم، الإيضاح ده مهم جدا، لأن السؤال ده بيقفز الأذهان الكثيرين وهم بيتابعوا يعني أمور زي كده. هناخد الوقت، يسمح لي أبونا معنا اتصال على الاستوديو من الأخ أصلان. أهلا بيك أخ أصلان، على احنا سمعينك في الاستوديو، تفضل انت على الهواء. تفضل اخ اصلان. ابونا الو مبارخ اخ اصلان، كيفك حبيبي؟ الله يخليك، طول عمرك يا رب. الله يحفظك، شكرا لك حبيبي على التليفون، ويطول ويطول عمرك يا رب، نريد نشوفك بفلوريدا ابونا ان شاء الله. ان شاء الله نقبل اياديك ابونا. الله يباركك حبيبي، الله يباركك، واشكرك على على هالتوضيح تبع العذراء بسيدنا يسوع المسيح، ورب معك أبونا. رب يباركك ويمنحك قوة الميلاد وبركة ميلادكم بحياتك وبعائلتك. وصلي لي لأولادي أبونا يخليك، رب يباركك، صلوات قديسين معك، سيدك تنزل عنا حبيبي. رب يباركك، شكرا على الاتصال. بابا حبيبي، الله يخليك. Thank you. أشكرك أخ أصلان لأجل اتصالك، ونعود الآن بنرحب بالأحباء المشاهدين ومدخلاتهم. أهلا بكم معنا، اتصال ثاني من الأخ كريم. اهلا وسهلا كريم. اهلا بك اخ كريم، اهلا وسهلا. مرحبا. مرحب بك، اهلا وسهلا، انت معنا على الهواء، تفضل. كيف الصحة؟ اهلا بك. احب اسلم على البابا ستيفانيو. يا اهلا وسهلا خي كريم. انا اشكرك لان خابرني هو من قبل. نعم. صلى لي، وانا من خلفية اسلامية طبعا. الرب يباركك، هلا اتذكرتك، يا اهلا وسهلا خي كريم. اهلا بك. فتح قلبي للمسيح وامنت، بس عندي عتب صغير على. تفضل. عم نسمعك. اخ كريم احنا سامعينك انت على الهواء. اللي عاملين في الاذاعه هم قالوا لي بنبعث لك الكتاب المقدس ومجموعه كتب. ولحد الان ما حد بعث لي ولا شيء. حاضر اخ كريم.
ان شاء الله انا رح تابع الموضوع انا مع الاخت نوال والميك شور انه رح يوصلك الطلب. يا ريت انه تضلك على التليفون حتى تاخذ منك يعني على التليفون ياخذوا منك معلوماتك ورقم التليفون او العنوان حتى يقدروا يرسلوك. هسه انا الحمد لله اسفين على على مجموعه الكتب. اوكي اخ كريم حاضر. احنا بنعتذر من كنيسه هنا في تينيسي والحمد لله اروح الكنيسه كل احد وعندي الكتب اللي اريدها وما محتاج بس عندي هذا العتب الصغير بعتب عليه. هذا عتب محبه ونحن بنقبله. شكرا لك. لا بالعكس ده مش عتب ده عشم. احنا بنعتبر ان ده عشم كبير. امين. وعشم في المحبه واحنا يعني بكل سرور ان احنا نسمع الاحتياج ده. ده خبر بيفرح فعلا. يا ريت كل الاتصالات هيك. يا ريت كل الاتصالات دي وده واجب علينا ضروري ان احنا كاخ لينا. انا بشكركم كثير والله يبارك فيكم يبارك فيك. وهذا البرنامج كلش حلو وانا متابعه طبعا. ربي يباركك. يبارك فيك يبارك فيك. من فضلك اخ كريم يعني احنا هنتصل بيك بعد البرنامج علشان نتاكد ان احنا خدنا التليفون وخدنا الطلب بالظبط ونبعته لك. شكرا ليك. طب معنا اتصال تاني دلوقتي. اهلا وسهلا. طيب عفوا يبدو اننا فقدنا الاتصال. yes. ونعود دلوقتي لاستكمال موضوعنا. ابونا يس اتفضل. يمكن نتحدث شوي عن النسل اللي بيتحدث عنه في نقاط عديده. نعم. الرب هذه اول شيء النبوة الاولى كانت واللي قلنا عنها انه هي الانجيل الاول والعهد الاول اللي الرب اقامه مع البشريه في قوله في عقابه للحيه بانه نسل المراه يسحق راس الحيه اللي فيها وعد في التجسد ووعد في صلب وقيامه المسيح. في وعد يتجدد وهو العهد الثالث يعتبر. نعم. اللي صار في سفر التكوين مع أبونا إبراهيم لما الرب دعاه بأنه يخرج من أرضه وعشيرته وبيت أبيه إلى حيث ما يريه الرب. يقول في الإصحاح الثاني عشر وفي العدد الثالث الرب لإبراهيم يقول أبارك مباركيك ولعنيك ولعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. تتبارك فيك جميع قبائل الأرض. وفي أيضا الإصحاح بعد مثلا نقرأ من تكوين 23 أو بالأحرى 22 بالعدد 18 الرب يقول أيضا مرة أخرى لإبراهيم وتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. الرب يعد إبراهيم بأنه من خلاله يبارك كل الأمم ومن خلال نسله. وبولس الرسول بيوضح لنا السر يمكن اليهودي ممكن ينتبه له بدون هالإيضاح في رسالته لأهل غلاطيا وفي الإصحاح الثالث في العدد السادس عشر والثامن عشر يشير إلى حقيقة ذكرها الله لإبراهيم بهالآية اللي يعني وبالأحرى يلفت انتباهنا لها. بيقول مار بولس خليني أرجع عود للشاهد غلاطيا صح 3 في العدد السادس عشر أما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين بل كأنه عن واحد في نسلك الذي هو المسيح. وبالعدد الثامن عشر يقول لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد. الرب يتحدث لإبراهيم عن نسل وليس أنسال. بمعنى ليس باليهود البركة لكل الأمم بل بنسل يعني في شخص واحد. يعني بالعبري ما بيتحدث عن عدة أولاد بل بيتحدث عن ولد واحد اللي رح يجي من إبراهيم واللي هو بيحمل سر البركة. وهذا هو بالتحديد اللي أشار له الرب أيضا في الوحي في بعد السقوط لما قال نسل المرأة وليس أنسال المرأة أو بنو المرأة أو أبناء المرأة بل بالتحديد نسله. وهون مربولس يشير إلى الشخص الواحد اللي هو يسوع المسيح. ما ممكن أنه البركة تكون من الشعب بأكمله إنما من الوريث اللي هو يسوع المسيح واللي بيقول الكتاب المقدس عنه
بأنه يجلس على عرش داود أبيه وهو ابن إبراهيم. لما بيبدأ متى في سلسلة النسب بمطلع إنجيل بقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، برجع بقول إبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب وإلى آخره. So الرب يسوع هو نسل إبراهيم وبيعطينا النسب الكامل بأكمله من إبراهيم إلى يوسف ليؤكد التواصلية من إبراهيم لغاية قبول يسوع، الانتماء لهالنسب من خلال الجسد بالعذراء مريم، وشرعا لازم يكون من أب، وكونه لا يجوز بأن يكون من أب بشري أخذ الانتماء لهالنسب أو لهالصبط شرعا من خلال يوسف اللي دعي يسوع ابن يوسف شرعا وليس طبيعا. نحن بنقول هيدا ابن فلان بالطبيعة، أي فلان ولد فلان، وقانونيا أو شرعا لأنه فلان تبنى فلان فهيدا قانونيا، فكان يسوع قانونيا ابن يوسف. وهيك بنشوف أنه النسل اللي هو الشخص الواحد يسوع المسيح هو الذي يتحقق فيه وعد الله، وفيه تكون البركة لجميع شعوب الأرض. أمين أمين. هنتوقف بس هنا حتى ناخد مكالمة معنا من الأخت منال. أهلا بك يا أخت منال، بنرحب بك معنا في البرنامج، تفضلي أنت على الهواء. مساء الخير. مساء نور، أهلا وسهلا. أهلا بيك وأهلا بأبونا، وإحنا نستفيد كتير من الأرامية، وربنا يبارككوا دايما على خدمتكوا وبصراحة الشرح الجميل اللي أبونا بيديهولنا. معلش انا يمكن عندي سؤال، ما اعرفش اذا كان هو يعني ريليتد شويه للموضوع اللي انت بتتكلم يعني بنتكلم فيه النهارده ولا لا. اتفضل. بس هل المسيح وهو على الارض اللي هو الشخص يسوع المتجسد الله الاب، الكلمه صار جسدا، الكلمه صار جسدا وحل فينا، حل وسطنا، هل يسوع ده كان قابل انه يجيله عيا؟ يعني هل مثلا كان يجيله دور برد؟ هل يجيله فلو؟ هل مثلا يتعب او يمرض؟ احنا عارفين المسيح جاع وعطش وتألم، ممكن يكون حس بالمرضى عن طريق لاهوته، يعني عن طريق احساسه بينا كالله الاب، بس هل حس بالمرض وهو عايش على الارض وسطنا يسوع؟ هل كان ممكن يجيله مرض مثلا ينهي حياته؟ يعني قبل ما يوصل للصليب ويفدينا كان ممكن يجيله مرض مثلا فيفر ولا حاجه سخونيه ويموت فيها وهو طفل؟ كان ممكن يجيله مثلا اي نوع من انواع الامراض اللي ممكن تنهي حياه البني ادم؟ ما اعرفش انا يعني الفكره دي جات لي وحبيت افهم اعرف ممكن فعلا المسيح كان يعيا ولا لا. اخت منال معلش خليكي معايا، وانا لانه شويه انا هضطر اعيد تاني السؤال لانه احنا عندنا صعوبه هنا في الاوديو شويه. بس انت قلتي وكنت بسألي أبونا استفانوس أنه في خلال في فترة تجسد الرب يسوع المسيحي، بتقول أخت منال هل كان معرض أنه لأنه كان إنسان تحت الألام مثلنا، والألم بيعني قد يعني هذا كان سؤالها، قال قد يعني ألم من جهة تعرض لتجربة مرض مثلا، فهل تعرض لأنه هل ده كان ممكن أن يكون معرض أنه يصاب بمرض؟ هي كانت بتقول مرض قد يصل هذا المرض من خطورته مثلا انه ينهي حياته. هي انا احب اسالها بس تاني، يعني هل الجزئيه دي صح؟ احنا فهمنا سؤالك ده مظبوط؟ فعلا ده سؤالي صح. بس كمان هل يعني ده سؤالي، ممكن يجيله مرض ينهي حياته قبل ما يوصل للصليب؟ ده يعني الجزء الاولاني من السؤال. هل كان يجيله مرض انه يعني يؤدي إلى نهاية حياته قبل أن يصل إلى الصليب؟ هو أبونا بيبتسم. يا سؤال حلو، خليكي معنا. سؤال جميل، يعني عم تسألي لي يسوع كيف صحتك. الكتاب المقدس بيقولنا أنه يسوع جرب في كل شيء ما عدا الخطيئة، فإن كان يسوع قد جرب في كل شيء ممكن نتوقع بأنه كان مريض، ولو أنه الكتاب المقدس مهتم بأنه يحدثنا عن اختبار يسوع يعني اختباراته الشخصية الخاصة فيه، على قدر ما أنه اهتم بأنه يخبرنا أخبار الخلاص السارة في شخص يسوع، فالوحي لم ينقل لنا أي خبر عن أنه مرض يسوع، ف
فهو بخير نشكر الله. لكن أكيد كان من الممكن أنه يسوع يمرض بجسد كونه إنسان كامل بكامل الطبيعة الناسوتية، مش من الغريب وليس في خطيئة في المرض، فمن الممكن أن يكون يسوع قد مرض، لكن هذا ليس حقيقة كتابية ولا هو تاريخ معلن، إنما يعني فينا نقول ممكن أنه هذا الشيء يكون قد صار. أبونا كمان في حاجة ممكن، يعني وقت ما المسيح كان في جسماني وبيصلي قبل الصليب، لما عرق دم ده يعني بيعتبر زي انفجار في الشرايين الرفيعة جدا اللي هي في فروة الراس، لما المسيح عرق دم ده يعتبر مرض. بصراحة ما فيش تفسير طبيعي لمكان نزيف، يعني نحن بنعرف انه من جبينه نزل، ونحن بنعرف انه الجبين فيه مسامات اللي ممكن انه منا عادة يتساقط العرق والى اخره، فيسوع نزل من جبينه الدم والمي بنفس الوقت، واللي اشار له يوحنا وهي رمز اكثر لاهوتي او بالاحرى حقيقة لاهوتية أكثر من أنه تكون طبيعة قادرين نحن أن نعطي تفسير وإيضاح لها. الغاية منا واللي نحن بنذكر عادة بالقداس لما بنحط الخمر بنمزج معه شوية مي ونشير بذلك إلى، ويوحنا أيضا في رسالته الأولى يؤكد ذلك بأنه يسوع أتى بماء وبدم، المي والدم كانوا رمز للكفارة وميلاد الروح القدس، الميلاد الجديد. سو هي الدم يكفر عن خطيئة، والمياه هي رمز للروح القدس الذي يجعلنا أولاد الله. فهي حقيقة تشير إلى أنه الصلب فيه الله ينقل لنا من خلال ألام المسيح، ينقل لنا الكفارة وينقل لنا القوة لنقبل الروح القدس. أما كيف تمت بعيونه بجشبينه، الكتاب منه دقيق في هالمواضيع، وإذا نحن تحدثنا فبنكون عم نعطي رأينا الشخصي، وإذا أعطيتك أي كلام إذا كان هو سواء حالة مرضية ولا كان شيء آخر، فأنا بكون عم بتحدث بصراحة من نفسي، و I don't think you need my personal opinion about that، بديك الحقيقة، والحقيقة غير معلنة بالنسبة لهالموضوع، لأنه الغاية من ذكر هالآية هي ذكر المعنى اللاهوتي وهو الخلاص والامتلاء بالروح. في حاجة تانية يا بونا، في فكرة تاني بعد يعني بنعتبره بعد تفكيري بمعنى أدق، كان اليهود بيفكروا إن الإنسان اللي بيجيله مرض كأنه الله مثلا مش غضبان عليه بس إشارة للخطيئة، عشان كده كان بيتعزل عن المجتمع. يعني مثلا المريض بالبرص كانوا بيعزلوه عن المدينة وبيطلعوا برا كأنه صح. نجس شخص نجس وسطهم، فده له بعد. ممكن الإنجيل ما ذكرش بعد يعني أكتر فكر يهودي إنه المرض دايما متصل بالخطيئة، يعني في ناس كان فكر إنه هو حتى لما ربنا شفى الإنسان اللي كان مش عنده عينين لما كان أعمى قال له ماذا فعل، هو عمل إيه علشان ما يبقى أعمى، هم كانوا دايما فاكرين إن الإنسان بيجيله مرض بسبب الخطيئة. فيمكن الكتاب المقدس مرضاش يذكر إن المسيح مثلا جاله مرض أو عي أو اتحط تحت تجربة المرض علشان يمكن اليهود ما يفهموش بالغلط، أو إن إحنا بمعنى أدق كمان ما يجلناش فهم بالغلط إنه المسيح أخطأ. إنه المسيح أخطأ؟ إنه المسيح يعني نزل تحت تجربة الخطيئة. بأي شكل أخطأ المسيح بارتباط المرض؟ يعني كيف ربطت بين المرض وخطيئة يسوع؟ أنا مش بجمع بين الاثنين، أنا بقول إنه كان في الفكر ده. قبل كل شيء يسوع يعني معروف عنه لم يخطئ، وحمل الله بلا عيب، ولم يذكر مثل ما قلت لك سابقا إنه ما بيذكر الكتاب إنه هو مرض. بنفس الوقت يسوع اللي إجا حتى يكمل الناموس إجا حتى يفرجينا بأنه الخطيئة هي ليست نتيجة الإنسان، أنه أو بالأحرى المرض ليس نتيجة الخطيئة المباشرة للإنسان. الله نقلنا بالوحي من مرحلة إلى مرحلة أخرى. بالمرحلة الأولى الإنسان اللي كان يفقد فيها
يعني كل المعاني الروحية لله أراد الله بأنه يعلن له الحقائق من خلال أمور كتير حرفية، فبدأ يخاطب الإنسان من خلال الطبيعة بشكل كتير قاسي. هذا الشيء كان في زمن موسى لحديث بداية زمن داود تقريبا، هالفترة الأولى مرحلة خاصة مرحلة سيناء. لكن بعد ما دخلوا الأرض هناك بدأ الرب يعني ينقلهم إلى عمق جديد. لحديث ما أجا زمن السبي أيضا دخلوا إلى عمق أكثر. وموضوع النمو الروحي هو بالكتاب المقدس دائما موجود، سواء عن مسيرة بشرية بدءا من آدم لليوم اللي نحن نحيا فيه في ملء الزمان، أو الإنسان المؤمن نفسه اللي بيبدأ بعلاقة بسيطة مع الرب وبترجع تنمى وبترجع عيونه بتتفتح أكثر وأكثر. الله حتى يفهم معنى الإنسان، يفهم الخطيئة للإنسان، عبر عن الخطيئة من خلال أشياء الإنسان يتألم منها وبيعرف أنه هذا غلط، فمثلا عاقب بالموت، بالرجم، بالمرض، مثل ما قلتي بالبرص، بهالأشياء حتى الإنسان يتكون عنده الإحساس بأنه هذا الشيء غلط وهذا الشيء ما بيصير أنا أعمله. لكن من بعد ما الإنسان صار يستوعب هالأمور، الرب رفع يعني هالأشياء وبدأ يتعامل معهم على مستوى روحي. صار بدل مثلا ما يضربهم بالأمراض مثل ما عمل بمصر ومثل ما عمل بإسرائيل لما شق الأرض وجعل الأرض تبتلع يعني اللي أخطأوا ضد الرب، نرى فيما بعد أنه الرب مثلا يأخذهم إلى سبي أو يجعلهم أنه مثل هن عبيد للخطيئة. يسوع لما أجا قال لهم بأنه أنتوا، أعلن أنه إسرائيل مسبي. ليش؟ لأنه بيقولون يسوع أنتم من أبو إبليس، فهون يسوع عم بيتحدث عن أنه هن مسبيين لسلطان إبليس. فهون بتشوف أنه بالبداية كانت الخطيئة اللي تسيطر، بعدين صار ملك آخر، بعدين إبليس نفسه. فهون بتلاقي في خطوات نحو العمق بمعنى بمفهوم الروحي. فالله لم يقصد بأنه المرض هو خطيئة، ولو أنه كل ألم وكل شر في العالم هو حتما نتيجة الخطيئة الأصلية، لكن ليس نتيجة للخطيئة اللي الإنسان يقترفها بشكل مباشر. لأنه في الولد بيولد من بطن أمه معه لوكيميا، مش معناته أنه هذا الولد أخطأ حتى صار معه لوكيميا، إنما هذه أمور طبيعية لأنه الحياة اللي نحن فيها فاسدة. فبحب لك أنه لا، المرض منه نتيجة الخطيئة المباشرة طبعا. شكرا شكرا أبونا، وشكرا أخت منال لمداخلتك واتصالك وأسئلتك. ناخذ مداخلة من الأخ صادق عبد المسيح، وهذا ملقب بشيخ المتنصرين. أهلا بك حبيبي. أهلا بك، أهلا بك معنا، أنت معك على معنا على الهواء، تفضل. أيوة مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. بصراحة الموضوع اللي بتتكلموا فيه موضوع التجسد موضوع هام جدا. كنت وأنا زمان وأنا مسلم لما كان اسمي الصديق محمود محمد كان هذا الموضوع بيثيرني لما أسمعه من الجماعة المسيحيين جيراننا. لكن أشكر الرب لأنكم بتتكلموا في موضوع مفيد لكثيرين، خاصة إخواننا المسلمين، حتى أيضا بعض المسيحيين الضعفاء في الإيمان والمعرفة الموضوع ده بيشككهم. ثانيا الأخت البركة اللي كانت بتتكلم دلوقتي عن الرب يسوع أنه في الجسد ممكن يكون عي أو جاله دور برد، الرب يسوع جاي عشان يكون شافي لأمراضنا، فما بيبقاش وهو شافي لأمراضنا هو بياخد أمراضنا، لا، هو خد خطايانا وليس أمراضنا. والرب يسوع ما خدش ضعفاتي أنا لأني أنا منه بستمد القوة، هو القاضي وأنا الحرامي وأنا الضعيف وأنا المسجون، لكنه هو بس من مراحمه العظيمة بكى على أورشليم وبكى على أليعازر لما مات، وكانت لي مشاعر وأحاسيس حلوة. لكن الرب يسوع لعي ولا مرض لأنه هو اللي شفينا وهو اللي بجلدته شفينا وهو اللي لمس البرص والبرص ما جاش فيه. لو كان جسمه ضعيف لدرجة أنه ممكن يمرض كان لما بيحط إيده على البرص العشرة البرص مثلا وشفاهم كان البرص ده مرض على طول بيصيب أي حد يلمسه من الآخرين. لكن الرب يسوع المسيح طاهر وقدوس، كما هو إنسان وبشر هو أيضا روح، والله روح والساجدين لله
فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. يا ريت الأخت البركة تعرف إن أبوها يسوع اللي مات لأجلها على عود الصليب ما كانش عنده إنفلونزا ولا برد وتطمن وخلي ربنا يشفيها من البرد والإنفلونزا. وربنا يشفينا جميعا ويشفينا أنا أول الخطاة. الرب يبارككم، الموضوع حلو جدا وشيق جدا ومفيد جدا، والرب يا أبونا ستيفان ويا أخت نوال هيبارككم جدا جدا جدا. واذكرونا في صلواتكم أنا وأسرتي. سلام الله معكم. شكرا لك أخ صادق، مداخلة جدا جدا رائعة، وأنا بشكرك على هالإيضاح الأجمل. بركة كبيرة الحقيقة وجود الأخ صادق ومداخلته. ربنا يبارك حياتك، وإحنا بنرحب بيك الحقيقة باستمرار معنا في الأرامية. أهلا وسهلا. ناخد مداخلة من الأخت سهير معنا، أنت معنا على الهواء. أهلا وسهلا. مرحبا. مرحب بيك يا أخت. أهلا وسهلا. شلون الصحة؟ نشكر الرب. أهلا بيك حبيبتي. أنا بس أحب أعيد أبونا. ربي يباركك، كل عيد وأنت بخير. مرحبا أبونا. يا أهلا وسهلا أخت. أنا واحدة من المؤمنات من رعاية كنيسة سان برسوم تورنتو. يا أهلا وسهلا. أنا بس أحب أشكرك على جهودك الكبيرة بالكنيسة. ربي يبارك. وعلى كرازتك اللي بشوق ننتظرها من أحد لأحد ونستفاد من عندها. ربي يبارك. ومو بس إلي بس مفيدة، بس مفيدة كذلك لأولادي. المجد اللي هم صغار قاموا يحبوا يجوا على الكنيسة العربية من كثر جهودك واهتمامك بالكنيسة وبالأولاد. أنا بس أحب أعيدك وأشكرك وأتمنى كل كنائسنا العربية تكون بهالشيها. الله يحفظك، شكرا على حضرتك. وأتمنى أنه نصلي مع بعض بهذا أيام العيد لكل واحد مضايق، الله يفرج عليه ويسهل أمره. أمين. شكرا جزيلا. أمين. شكرا لك، والمجد للرب دائما. الرب يقويكم إن شاء الله. شكرا أخت سهير، ربنا يبارك حياتك. أبونا استفانوس، الحقيقة الأخ صادق أشار لنقطة مهمة قوي، وهي عدم يعني جزئية عدم استيعاب. هو ذكر اللي من خلفية إسلامية أو حتى المسيحي الإسمي لهذا حقيقة التجسد، ودي من ضمن الأمور الكثيرة اللي بيصطدم بها عقل العقول البشرية بشكل عام. قبل ما يعني نستكمل حديثنا في هذا الموضوع، ناخد مداخلة من الأخت كاثي معنا على التليفون. أهلا بيكي، بنرحب بيكي معنا، تفضلي أنت على الهواء. هلو. مرحب بيكي. هلو. هلو. You are very welcomed. You are Thank you. I would like to thank Father, even though I speak English. Through his smile and through his expression, he has given me a lot of inspiration through this past year, through a lot of trials I have been through. Even though I don't speak Arabic, I have been able to understand through my heart. Christianity goes through a lot of your heart that people don't understand. Christianity speaks a lot through your heart, not necessarily it transpires a lot through that. It speaks a lot through that versus language. It goes a lot through that versus language, and a lot of people don't understand that. Kathy, and God, I would bless like to you. Thank him for a lot of inspiration he has given me, and thank him for that. And I hope he has a Merry Christmas and a great New Year, and thank him for that. Thank you, Sister Kathy. God bless you. Your words are so encouraging. I want to tell you I'm not worthy of your kindness and your sweet words, but the Lord is great and he's good unto all of us. So we receive by grace all what we have good about us. So praise be to the Lord and Merry Christmas to you. Thank you so very, very much. Thanks. We thank you, Kathy, for your phone call, and you are very welcome anytime. We would love to hear from you. Even during the day, if you'd like to reach us and call us. And again, Merry Christmas and Happy New Year. معنا مداخلة تانية أبونا من الأخ إيمان. يبدو يعني أرجو أن أنا أكون سمعت الاسم بطريقة صحيحة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، حضرتك معنا على الهواء. أيوة، شكرا كثير. أنا بس لي مداخلة صغيرة عايز أكلم أبونا فيها على موضوع انه بيقول انه ممكن المسيح يعني يجيله مرض او حاجه زي كده.
الحقيقة جسد المسيح لم يرى فسادا. Yes. وجسد المسيح حتى لما قعد 40 يوم من غير أكل أو شرب مشى. ما تأثرش لدرجة أنه حتى لما جاء أخيرا ما حولش الحجر إلى خبز. فجسد المسيح مختلف. يعني كمان المرض دي حاجة من الشيطان مش من الله. إزاي حاجة من الشيطان تيجي للمسيح؟ ثم أنه الكتاب المقدس لم يذكر بأنه المسيح مرض أبدا. يعني قال عنه أنه أكل وشرب وكل حاجة، لكن بالنسبة للمرض لا. فأنا صح. يعني معلش في الحتة دي مختلف. أنا بشكرك لا بالعكس، في إثبات لحاجة زي كده. شكرا. أنا بشكرك خيي، بالعكس خيي إيمان. أنا بعتبر يعني لما علقت على موضوع أنه ممكن أنه يمرض يسوع، أنا قصدي أكثر أنه أقول يسوع لبس الطبيعة البشرية بشكل الكامل، ف it was not a supernatural. هذا الشيء اللي أنا بحب أقوله، إنه يسوع طبيعته البشرية هي طبيعة كاملة غير ناقصة ولا تتميز عن أي طبيعة إنسان آخر. وهذا تعليم لاهوتي لكل آباء الكنيسة المسيحية، وهذا الشيء ولد يعني مساكن أو بالأحرى مجامع مسكونية عديدة اللي تناقش طبيعة المسيح. فأنا بعتذر عن قولي بأنه هو يعني ممكن أن يكون مرض. بقصد أنا بصراحة أكثر بأنه يسوع أخذ طبيعة كاملة بشرية، وبنفس الوقت يسوع الشيء الثاني اللي حبيت أكد عليه أنه يسوع ما أراد أنه يربط المرض بالخطيئة. مشان هيك هذا الشيء أعلنه للأعمى أنه ليس هذا أخطأ ولا أبواه بل يظهر مجد الله فيه. وبنفس الوقت اللي حبيت أقوله أيضا بأنه يعني انه الكتاب ما ذكر عنه عن انه هو مرض. سو برجع بصلح اقوالي مره ثانيه، وبشكك على المداخله وللاخ صادق ايضا، لانه صلحت كلامي كان ممكن انه يكون عم بقول شيء خاطئ. ربي يباركك. شكرا لك. ثانك يو. شكرا لمحبتك ابونا، وشكرا لتعليقاتك، وشكرا لمحبتك والتواضع الكاميرا. معنا مداخلة من الأخت لويس. أهلا وسهلا أخت لويس، بنرحب بيكي، أنت معنا على الهواء، تفضلي. ألو. ألو، مرحب بيكي حبيبتي، أهلا، تفضلي. ألو. ألو، معنا أنت معنا على الهواء أخت لويس، تفضلي. ألو. ألو، إحنا سامعينك حبيبتي، تكلمي على طول. تسمعيني؟ أيوة سمعاكي، تفضلي. أوكي، أنا أتكلم من مونتريال. أهلا بيكي. جمعة لفات كمان تلفنت للمحل وتشكرت لأبونا ستيفانوس، وهلأ هو على القناة، وبدي أتشكره من كل قلبي على برنامج لا يعطي وعلى قول اللي يقول، لأنه الكل يستفادون من هذا القول. وبليس لا تقطع هالبرنامج. وهلأ هو بيعرف منين اسمه، من الاسم نينا وريتا. نعم نعم، من تورونتو. نعم، يا أهلا وسهلا. لأني من صعب كثير أسمع. هي هلا حدي وكثير مبسوطة تراك على الشاشة وفرحانة كثير. هلا نينا حدي، ربي يباركك، سلمي كثير كثير علي، محبة وسلام من يسوع لكم. كثير صعب يجي الصوت لعندي. الله يباركك. ثانك يو حبيبتي، ربي يبارك. أبونا هذا البروغرام اللي عطيت جمعة لفات، أنا فتحته المحل وتشكرتون علي وعطيته الاسم. نعم. ما بعرف إذا أعطوك إلا لا، لكان هو من أمثال سليمان. نعم نعم. تتذكر جمعة لفات؟ يعني هو التصوير سابق بصراحة، مش الأسبوع اللي فات. كان من أمثال سليمان. نعم نعم. وكثير كثير كثير يعني، لأنه كان يعني على كل بيت وعلى كل إنسان وعلى كل واحد. ربي قوي إيمانك ويزيدك نعمة. نعم. ربي قوي إيمانك ويبارك حياتك. ومن هيك كثير حبيتوه هكي، وهلا مرسي كثير. مرسي، شكرا لك على الاتصال. مرسي كثير اختنا العزيزه. طب معنا اتصال ثاني دلوقتي من الاخ يوسف. اهلا بيك معنا اخ يوسف، تفضل سامعينك. ايوه مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. انا مسيح ارثوذكسي ومقيم هنا في امريكا بقالي 3 سنين تقريبا. اهلا بيك. بس يمكن دي تكون اول مره يعني اشوف القناه الاراميه، بس انا اتصلت عشان اشكر أتسابونا وأشكرك وأشكر المدخلات اللي غير عادية. بصراحة هي قناة غريبة جميلة جدا، أنا ما كنتش متوقع أن في، يعني أنا أسمع القناة الأرامية بس ما شفتش يعني
يعني الاسئله الجميله والرد الاجمل، وخصوصا في موضوع البرد والصابونه كان الرد الاخ المتنصر يعني كافي ان هو يرد على الاخت. وبصراحه انت اسلوبك شيق جدا في الرد، انا مش عايز اقول لك سعيد قد ايه، وانا اول مره في حياتي اتصل باي حد، بس اتصلت عشان اشكرك واشكر البرنامج، وربنا يعوضك وشكرا للرب. انا وزوجتي وبنتي شكرا لمحبتك حبيبي، ونشكرك على نعمته. نشكرك كثير اخ يوسف على تشجيعك. الاخت رئيفه، ابونا احنا معنا دقائق قليله، طب هناخد مداخله الاخت رئيفه وبعدين ابونا كلمه ننهي بيها البرنامج. وبعدين طلبات الصلاه، الناس مستنيين ابونا يصلي عشانهم. ناخد الاتصال من اخت رئيفه، تفضلي. سلام المسيح معاك يا اخت نوال. معاك مع ابونا. سلام الرب معاكي، اهلا بيكي. كل سنه وانتم طيبين. انت بصحه وسلامه. إيه انا طالبه من ابونا بس يصلي لابني لانه تعبان قوي، وربنا يبارك فيكم ويجعله عيد ميلاد سعيد عليكم وصيام مبارك. اسمه ايه ابنك؟ اسمه ايه؟ اسمه فايز. فايز، حاضر. ابونا هيصلي علشان الاخ فايز. حاضر. وعندي سؤال لو سمحت عايز اساله. طب اتفضلي. هل السيد المسيح اتكلم في المهد صحيح ولا لا؟ لا، نحن ما عندنا اي هذا كلام ورد في لدى الاسلام، لكن بالكتاب المقدس ما في عندنا اي كلام يقول بانه يسوع تكلم في المهد. امين امين. شكرا. سلام المسيح معك ورب يباركك. اهلا ابونا، اتفضل. انا يعني انا اللي بحب انه اختم فيه اختي نوال بانه الغايه من النبوات، وبحب وجه كلامي لاخوتي الاحبه اللي عم بيسمعوا، نحن مش جايين انه نبرز معرفه تاريخيه، وانا اقصر بكثير من انه اقدم شيء يغذي في عقولكم، لكن شهوه قلبي بانك انت تعرف قديش الرب احبك بانه عمل هالعهد معك منذ بدايه التكوين، من اول ما نحن فقدنا العلاقه مع الرب، الرب وراءنا ليعيد الشفاء العلاقه اللي فصلت بيننا وبينه. لازم تعرف بانه النبوات تحمل رجاء وتتحدث عن رجاء كثير كبير لنا بيسوع، وهالرجاء اللي بينقله لنا الوحي المقدس من خلال النبوات تعلن لنا بانه نحن في غايه نعيش من اجلها وفي حياه ابديه. اليوم اتصلت في احدى الاخوات من اوفرسيز وكانت عم بتقلي بانه حياتها مليئه بالاتعاب، وهل يا ترى الرب بحب انه تتالم الى اخره، وليش ما انه بتستخدم طرق معينه حتى تستغني عن الالم، لانه الناس اللي بعاد عن الرب فرحانين بحياتهم اكثر. الموضوع كله مرتبط بهالرجاء اللي ينقله لنا الوحي المقدس. اخوتي لولا في لنا رجاء، ولولا هالرجاء يقين لدينا ومثبت من خلال هالنبوات، كنا نعيش الخطيئة والعالم بأكمله. لكن لكون أنه الله صادق ووعوده صادقة وأنبأ عنا من بداية التكوين، الله يرينا بأنه في مخطط لنا، ولازم يكون في عنا هدف نعيش من أجله، وهالهدف والخلاص اللي إجا من أجله يسوع اللي تجسد من العذراء مريم حتى يمنحنا الفداء وحياة أفضل من ما نحن نحياها على الأرض. بدعوك أخي المشاهد وأختي المشاهدة بأنك ما تخلي زمن الميلاد يفوت يكون زمن تجارة بحياتك ولا مجرد احتفال اجتماعي أو غيره، إنما تدعو الرب بأنه يكون عم بث يشع نوره بقلبك وينقلك السلام ويمنحك الخلاص وتعيش الحرية والوعود والنصرة بيسوع المسيح. والرب يبارك حياتك وحياتك أخوتي المشاهدين، وشكرا. طلبات الصلاة من أجل الأسماء دي من فضلك أبونا تصلي عشانهم. من الجزائر اتصل أخ اسمه شبال عمران، بيقول أنه آمن بالرب يسوع من 2001 وطالب صلاة من أجل ابنه للابنة أربيلسون أو أريلسون، عفوا لأني لعدم قراءة الاسم بشكل صحيح، وصلاة من أجله. هنصلي من أجل الابن فايز والأخت دينا، ومن أجل لأن هي محتاجة صلاة من لشفاء من عملية، الأخت منى بطرس ورحلة العلاج مرة تانية، الرب يكون معاها. أمين. في رحلة علاج طويلة مرة تانية. شازا يوسف بنفس الطلب، بنصلي معونة الرب ليها والأسرتها. الأخ فريد باتو، صلاة لأجل العيلة وصلاة خاصة من أجل عائلتين بعدم ذكر أسمائهم، أخت فيكتوريا، الأخت فيكتوريا والأخ عدنان، صلاة من أجلهم والأبناء جان وبولين،
العائلة وصلاة من أجل عائلة أخرى حتى تتقرب للرب. الأخت أم عادل وعائلتها وأبنائها بتحتاج صلاة من أجلهم من أجل العيلة. الأخت منى فراج طالبة صلاة من أجل والدتها بالأردن صلاة للشفاء. الأخت نيفين بتطلب شفاء للمشاعر الجريحة والقلب النازف من الألم بتطلب صلاة خاصة من أجل لمسة يسوع. الأخت ابتسام بتطلب صلاة من أجل أمور كثيرة هي بتواجه بأمور سلبية ومخاوف كتير، بتطلب سلام وأن الرب يعطيها نوم هادئ. صلاة لأجل جوليا أن تتحرر من مرضها. والأخ رمزي سعيد ميخائيل صلاة لأجل أم نواف وإلى أم أدوار. صلاة لأجل رانيا وأنطون ونادية. الرب يتدخل في أمور العمل وينجح رغم الظروف. والأخ جابر الرب يفرج عنه والرب يتداخل ويكون مع جميل وجلال. وفي طلبات كثيرة أبونا وترفعها في الصلاة، ترفع الأحباء المشاهدين والبرنامج. أمين. أيضا أمين. تفضل. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إلهنا الحي القدوس نعظمك نباركك ونشكرك من كل القلب يا رب، لأنك أحببتنا محبة أبدية، لذلك أدمت لنا الرحمة. نشكرك من أجل عهودك الغنية يا رب، من أجل وعودك الجميلة يا رب، من أجل محبتك الأبدية يا رب، من أجل يا ربي بحثك عنا الدائم يا الله، لأنك أنت يا ربي تطلب. نعم يا قدوس أتيت لكي تطلب نحن الهالكين والخطاة لكي تشفينا وتحررنا وتحيينا. نعم يا قدوس نشكرك لأنك مت وأحييتنا، انجرحت حتى تشفينا. نعم يا قدوس سمرت يداك حتى ترفع عنا الألم يا قدوس. نشكرك لأنك تجسدت لكي تعطينا أن نكون أبناء الله. يا رب نضع كل هالاحتياجات اللي أنت سمعتها، لأنك أنت وعدت بأنه فيما نحن ندعوك يا رب أنت تستجيب لبل قبل ما ندعوك يا الله. نسألك يا من أنت عطيتنا أن نأتي بثقة أمام عرش النعمة. نعم يا رب لنال الرحمة ونجد نعمة عون في حينه. نسألك يا قدوس بأنك أنت تغطي كل الاحتياجات على حساب الدم الثمين يا الله. تعطي المرضى شفاء باسم يسوع المسيح الذي مكتوب عنه بأنه بجلدته شفينا. نعم يا رب، وسيما المتألمين من أمراض وأوجاع مزمنة يا الله، ننتهي روح الكانسر وكل أنواع المرض، ونعلم بثقة أنك أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد يا رب. نعم يا رب، كما كنت في الأمس تجول وتصنع خير وتشفي أمراض وتحرر المتسلط عليهم إبليس، كذلك اليوم يا رب تدخل بيوت الذين صلوا وطلبوا الصلاة يا رب، كلها مرفوعة إليك باسم الحبيب يا رب. نحن عبيدك ضعفاء وأنا حقير وغير مستحق، لكن أعلن ثقتي يا رب باسم يسوع البار الذي به. نعم يا رب لنا الثقة بأننا نطلب فننال. نعم يا الله، باسمه نصلي من أجل افتقاد العوائل يا رب، لتشفي فيها المشاعر المجروحة وتبني فيها البيوت المنهدمة، وترد قلوب الأباء للأبناء وقلوب الأبناء لأباء يا الله، وتصالح المتخاصمين وتعيد البعيدين يا الله. نعم يا قدوس، وتهدي الضالين عن يا رب عن طريق الخلاص، تردهم إلى دربك يا الله من أجل اسمك يا رب. افتقد كل احتياج، زور كل بيت، املأ كل نفس عطشة لخلاصك. اروينا يا رب واحيينا من أجل اسمك يا الله. اجعل هالزمن وزمن الميلاد يكون ميلاد غير اعتياد يا الله. نعم يا رب لا نحتفل فيه بأعياب قلب لباس جديد، بل يا رب ثوب بر من السماء يا قدوس، وبفرح. نعم يا رب في القلب يا رب ليكون فرح عالمي من أجل اسمك يا الله. زور وبارك واشفي واصنع عجب وخير مع كل أبنائك يا رب. افتح يمينك واشبع كل حي من رضاك باسم يسوع. إليك يا أبانا السماوي نصلي بصلوات جميع قديسين، وبقوة الروح القدس نرفعها إليك يا أبانا السماوي. لك المجد إلى الأبد آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. آمين. في نهاية البرنامج أتسبونا لا يسعني لنا أقدم الشكر للرب يسوع المسيح من أجل الفرصة دي. أمين. من أجل أعطانا فرصة أنك تكون موجود معنا النهاردة في البرنامج. بشكرك أبونا استفانوس، وبنلتقي مع قدسك غدا بنعمة المسيح إن شاء الرب. وتأنى علينا أن في نفس الميعاد 10:30 الساعة 10:30 بتوقيت شرق أمريكا، معادنا غدا مع أبونا استفانوس في برنامج آخر ولقاء آخر. وإلى أن نراك عزيزي المشاهد، نشكرك من أجل متابعتك ونشكر ونتركك في ملء بركة الإنجيل.